أهلا وسهلا فيكم بـ CBOMT بيروت ماراثون 2023. بهالخريطة رح تلاقوا كل شي بتحتاجوا تعرفوه عن مسار سباق نصف الماراثون لمسافة 21.1 كيلومتر والمحطات الموجودة عليه. خلينا نتعرف على المحطات. محطات المي رح تكون موجودة على نقطة الانطلاق والوصول وعند كل 2.5 كيلومتر تقريباً على طريق السباق. انتبهوا إنكم تشربوا مي كفاية خلال النهار. رح تكون محطات الجيتوريد على 12.5 كيلومتر والفواكه موجودة على المسار كل 10 كيلومتر لتضلوا تشعروا بالانتعاش انتو عم تركضوا. الصليب الأحمر اللبناني منظمي السباق والدراجين رح يكونوا موجودين على طول مسار السباق بحال احتجتوا للمساعدة. رح تتوزع الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية عند خط الانطلاق وخط الوصول وعلى طول مسار السباق لتقديم أي مساعدة. محطات التوقيت موجودة على الانطلاق والوصول ونقاط الالتفاف وعدد من النقاط الأخرى. الحكام رح يكونوا عم يراقبوا المتسابقين ويعيروا الوقت. انتبهوا منيح تركضوا المسافة كلها. دورات المي رح تتواجد عند نقطة الانطلاق والوصول وعند خيم الفريق الطبي ونقاط متعددة على المسار. اطلعوا على المناطق الصديقة للبيئة على طول مسار السباق مطرح ما لازم تتخلصوا من الأنين الفاضية. لحتى تضلوا بكامل نشاطكن وحيويتكن رح تشوفوا محطة ترفيه على طول مسار السباق. بينطلق سباق نصف الماراثون من وجهة بيروت البحرية وبيتوجه يميناً صوب الزيتونة باي إلى كورنيش الوجهة البحرية والعودة إلى الزيتونة باي مروراً بجانب منتجع سان جورج وصولاً إلى مدينة الملاهي. بلف أقصى اليسار ليرجع ويمر أمام الجامعة الأمريكية ببيروت وصولاً لأوتيل فينيسيا. بيتوجه فوق النفق عكس السير ليوصل لتقاطع كاراجولا. بيتوجه يميناً باتجاه بنك عودة ثم يساراً مروراً ببلدية بيروت وصولاً إلى بيت الكتائب وبيتوجه يميناً نحو تقاطع بول. بياخد يسار إلى شارع الجميزة باتجاه مارم خايل وبعدها بيتجه يميناً نحو كورنيش النهر وصولاً إلى جسر الفيات يساراً تحت جسر الواطي، ثم يميناً عند أخشاب كرم، ثم يساراً قرب مدرسة الأوروغواي الرسمية، ثم يساراً باتجاه سوق الأحد رجوعاً إلى كورنيش النهر باتجاه مارم خايل وصولاً لشركة كهرباء لبنان وشارع باستور حتى نهاية الطريق. بيتوجه يميناً فوق الجسر صوب تقاطع بيت الكتائب وبيتوجه يساراً باتجاه أسواق بيروت مروراً ببلدية بيروت حتى تقاطع بنك عودة، وبيتجه يميناً نحو خط الوصول عند وجهة بيروت البحرية.